ذكرى 116 شهر لاغتيال الشهيد دنبر سعيد دنبر، ارتأت مجموعة من المناضلين والمناضلات من تنسيقية الفعاليات الحقوقية بالصحراء الغربية، أعلنهم يحيوا هذه الذكرى في اليوم اللي معتاد على أنه يتم إحياء هذه الذكرى في داره الدنبر، إلا أنه الحصار الأمني مطبق على الدار ومشدد على الدار من بكري، والتقينا نحن في هذا الوقت وعدلنا هذا الإحياء واللي من خلاله نشدوا على أيادي العائلة الكريمة، العائلة المناضلة، العائلة اللي بهذا التخليد وبهذه الذكرى اللي ما خلاتها توفى وما خلاتها تموت مع وفاة الشهيد، نحن نثمنوا ذاك الموقف ونأيدوه ونشدوا على أياديهم ونطالبوا، أكيد نطالبوا كاملين كيف يطالب الشعب الصحراوي عامة، بالكشف عن قبر الشهيد وبالكف عن هذه الاغتيالات اللي خارج القانون.